بيتر بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ما حسدون اليهود على شيء أشد من الصف والتأمين فرمي يهود يكان زور بغيل بيمان زور حسود بيمان وبتايبت بزوري لسر دوشت يكان شيا صف رزبوني نيوش ولا مخيرو بيني شانتيا كربومان بغيلن بوريزا اما پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم كي يوتيدي ابو ريزتان بغيلن كا باريكي وسن بونيش 1400 سنه مو بير زيادرا وانا مصال تطبيق ان كربس الخلقيه بيني ان خستار اذا كان يعني ودور ان خسنو لك كشي خوش يعني لما لعبه كان يعني شنو تنيجي اكوابو لديسكو كان يعني شنو تنيجيك لججنا كان اخوان وهنجا كان يعني شنو تنيجيك بقرا اتشونا سرشان وكولي يكيش طبيعي بو بلام هسان لنا مزقو تكانا وريزانيان لبين برت خلقي يزورش بيانا الخلطة اصلا بين كردني ريزاكاني لو ودين كبستو شش دانا فرمودهاتوا امر بريزكا امر ببالدان بيكا واكا امر بريك وستانك بستو شش دانا فرمودهاتوا لسان هیچ تیکی نیوش بخر او بابت فرموده لسر نهاتو به هموش اوازگانیش فرموده هاتو لسری به ترغیب به ترهیب به وعید به وعد به انذار به بشاره به هموی هاتو لسری دیوان هستان او ریزانان لبین برد انجا زوریش حسود لسر چی؟ لسر تأمین یعنی کاتک که ایمام علیه ولا الضالين تولى دوايا لقل يا بلي آمين حسود انزور بو تأميناش جاو الدوشتي بسيطة لنيو جاكتا هردوكي سنة هردوكي سنة ريز الرقبونكي فرضا بلان بياكو لكانكي لا يهندك سنة لا يهندك فرضا بلان تأمينك سنة يعني او بس سنتك دينكت بغيل به أبي بالتوحيد كت شان يبغيل به وشان يحسود به أبي بأركان كاني ترت شان يحسود به بلاني هبه تنانت بوري زكات بو تأمين كت لبيني بري أبي بلاني شان يهبه بو توحيد كت وبو نيجكت وبو عباد تكاني ترد جابوا براسي بغمر صلى الله عليه وسلم لو فرمد آوا فرمي فرمي زور حسود بيمان بهمودينا كمان بلان بتايبت بو دوانا هند يهودي مذهبيش هي امر لنا مزغوت كان حسود باريس امام فرمودكي بيغمر اخواي بي فرمي استو واتصلوا وفرمودي بيغمر اخواني صلى الله عليه وسلم وقسي ما مكانيه نا استواء كون اتصال جكا نراك او استو نبال جدا في على يهودا وبيو ناخوشا بوبالنا دي ببركته صحابه كان فرمون كرسول الله صلى الله عليه وسلم وافرموا يا مكعب مانوا انا بكعبي يكتريو يعني باجنا مانوا انا باجني يكتريو شان مانوا انا بشان يكتريو يتربى طايب يكترى انوسين هيوا منهب اخزاب سلبيترا يا بتو همان امرو بتوش اكريا بو صحابه اساس جبه جيناكي اگر بيك بلي بالي بيو بكاك على من وهابيني يقو الصحابه واي كردو يعني صحابه وهابي بو يواهي أنه ما كيف يكون دي بوهابي وبن بابتانوه أما همو يفرمو دي بيغمار صلى الله عليه وسلم وإنسانيش لسر پاجنا وستا وبي پاجنا كان بيك وبن رينك نوكي پنجا كان أمرو اللي مزقوتا كان نوكي پنجا كان ريكيك كان بس خوي بي پاجنا كان ريكيك كان جابوه براسي أو ريزا قرنجي بيبن لبروي بشيك لنيوجا كمان شكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافرمو سووا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة لرواياتك تريشان من إقامة الصلاة إذا كانت ريك بكن وبالبن بيك وشنك بشيك لطواوين يوجكتان ياخد بشيك لأنجام داني يوجكتان بويا قرنجي باريز بن بلكو خايبر وردقاريش قرنجي بطلقانتان باو بيك وكوي كاتو شنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لا تسوون الصفوف او لا يخالفن الله بين قلوبكم ووجوهكم رزقان تان ريككن
يا خواي پروردگار لسر ناريكي ريزكانتان عقوبتان با روشتان ليك ورگيره و دلشتان ليك ورگيره او ريزا ناريكانا كتو عجي پناي عقوبه بدوايا وعلماء فرمونا مو وعيدة لسر او ريزا هاتوا بالغي اويا هراشا لسر هرشتيك بي بالغي اويا نكهر گناحا بالكو گناحا كي گوره وناساني وی تو خود رکه، اوی خوی لارکات او، تو خود بگینه، اوی خوی قطع که هرش که وگریت او. لفرمودیکتر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمیم من قطع صفن قطعه الله، و من وصل صفن لصحی مسلمه وصله الله. هر کسی ریزی بیگ بگینه، الله جل جلاله با رحمی خوی اگینه. و هر کسی ريزي ليك دا ببريني الله جل جلاله لرحمي خوي دا بري بهوي غاندني ريزيك رحمك وبركتك تبارك و بهوي دا براندني ليك تري رحم وبركتك اللي قطع به فالمديك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي خير الخطى ما خط لسد فرجة في الصف باشترین هنگاو او هنگاوه که انره با نهیشتنی با شایی لرزکه اگر تو خوانی باشترین هنگاو بی خوانی باشترین اجری جبی وای انا و خوانی باشترین جگه جبی بایا رزامندی الله جل جلاله آسانه بدسی بینی اگر خود بتو کاری که لسر دانه ناوی نتوانی همو یتوانی هموشی آسانه استر جاري واهي شيطانكي ناود يا شيطانكي دروت يتر لإنسا لجنة ديت لخشتة باو هلا يا خالتين يولوها مفضل أجرتك جاء لقيامتي شايبيني كالت فضل أجرك وتوي انجا وقتا علي أوانا من بيشان بأي پروردگار كالدنيا لا يدابوين لفضل لأجر لهدايات وقمراي كردبوين نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين بيشان من با أما خوي لجهنم که جمراب و با و آن بخیه نجیر پیمانو ل جیر پیمان ابن تاوکان لبنی بن آبن و براسی گرنگی با و ریزانه بن ل برای فرموده زور زوری ل سر او کاملا ل فرمودانه بو که سب خیال ماها و پیم متنجا اما ایشانه بو کن ل برای حسودن و حقی جزانن کجی بیشوانه کی کن به هی آشوا مغضوبی علیهمون